السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوكم بقلات تحت خيال صغير اللي تجي المربط وتضرون في حياته مربط. أسعد الله صباحكم كل خير ومحبة. ما قدرنا نروح بدري، الآن درجة حرارة 10، مع أن في الشتاء الأيام هذه الجو بارد والشمس حارة، ولا تلبس ملابس صيفية ضد ما تصحب أشعة الشمس. ونقول يا شباب أول شيء نشيك عليه وش هو؟ لا تعالوا لا ما تدرون وينه؟ لا اي اي صقعت في الشبك اي يلا اخر 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا حليلهم هذه يوم ان الله فكم بالتال انظر حتى مقفلين عشان بالتال ما يجي شوف علوم بتات بتنزل تدخل جوا يا ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا البيض وهنا في بعض هذه راقده الدجاجه ذي 200% يكثر الصوص ان شاء الله يكثر لنا كم يوم ما جينا. ايش عندك انت؟ ايش عندك انت؟ ها؟ لك ما تصير اهلا وسهلا كلاش كيفك بعد الامطار والعلوم واهلين وسهلين ديناري ما شاء الله ما شاء الله هلا ها الحمد لله انا اكلنا مع هذا يو كحلان هنا والله يا مدموره غرفه عشان هم مع بعض ترى كرهنا ما ادري من جابه سلامك يا سامحة سلامك يا سامحة أنا دخلت لومك كان داخل شوي يسولد الحين 16 شهر فك هذا فك هذا تراك اليوم أفكه فك فك اليوم أفكه نبي فك هذا فك هذا وخر 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 بطنه كبانه لا الحين بقي له يا الله يا كريم ترزقنا بالمهرة الطيبة خلاص وخر عنه خلوه خلوه خلاص أكبر أوامرها مرة خلا خلا تركوها بس تركوها تمشي أنت وأنت ولا بابا كيف كيف تقول لنا كيف؟ هذا الكسوة أيوه أش الله هذا إذا كنت على الحصان صح؟ كفو عليك عشان نحط البيضة هذيك ندفنها ونسوي على الأبيض هذاك اسمها وتد وتد أيوه ونسوي كذا عليه عشان اللي دخل شو مخوفك؟ هو يخاف من ذي يخاف من هذه يمكن صادق خلاص تجهز البطل هيا حم حصانك حم خذ لك لفة في البدوك يلا خذك لفة في البدوك أنا بأخذ لفة للمتابعين نوريهم أحوال المربط ما شاء الله تبارك الرحمن الأمور مختلفة عليه هذا حصان أمجد حصان أمجد مدري بسم الله زعلت عشان ما عرفتك ما ادري وين انت ابن حرام ذاك الحاكم الازرق المقدام صفوان اجيك الحين هذه قمره وهذا زعل اني ما عرفته شغل هذه أمل وهذا بتال وسمحة
غتال ومين؟ غتال وسمحة. ما شاء الله تبارك الرحمن. سعد يحمي حصانه هناك في البدوك. لو تلاحظون شك زعت الصبر. ليه زعت؟ خلاص ابن الحلال امورك زينه، امورك زينه ان شاء الله، امورك انها من الافضل الى الافضل. يلا يلا هاي هاي ما عنده وقت. ان شاء الله ان شاء الله ان الله بس بس. طبعا ترى بتال لو بيده قاعد هنا، ودخل عنده دخل عنده الدجاجة مصيصة. ها يا ولد ايش تسوي انت؟ بالله تعطيها علف؟ خلاص يلا خله خله تعال بس. كفو كفو تعال اركب اركب. انت ذيب تصدق؟ اسوي كفو ان تعطي فرسك علف. مع السلامه. لا ترجع بترجع لها الحين ترجع. ارجع لك ارجع لك ان شاء الله. قول انا راجع لك. انا راجع لك. وبسم الله على بركة الله انطلق الخيال سعد على صهوة الجواد الصارم. كفو كفو سعد. أشهد الله تبارك الرحمن. ولا تغركم رجة السيارة مع المطنيج والحفرة اللي مسببتها الخيل. تابعونا مشاهدينا الكرام على قناة سعد الخيال الصغير. كفو كفو. أتما عندك ولا سالفة ولا تعليق ولا شيء؟ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. انطلق الجواد الجواد بتال. الله 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 وأصاب الهدف. كفو عليك كفو كفو ما شاء الله تبارك الرحمن. والله انا صدتها ما شاء الله علي. يلا هات 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 هات. لا 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 كذا ما نقبل. هذا غش تجاري ذا. يلا يلا الحين شوف اخوك ان شاء الله ان اموره بالسليم. هات 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 السيف. غلط غلط يا ابوي غلط غلط. يلا يا ولد يلا اربط العنان. كذا إيه اربط اربط عنا من قريب. لا مو من قريب مره عشان يوقف لما نسحبه. خلاص طب اربط انت بس مو مره قريب. ايوه من عندك. لا تشد لا تشد ترى هو ما يبغى سحب مره. ما يبغى تسويها قبل. لا صارم ما ربطت ولا ربطت. خلاص يا خلاص خلاص يا امسك. يلا روح. الحد على وين؟ الحد على برا. الحد؟ ايوه كذا. حد السيف على برا مو على يم رقبتك. كذا ايوه كدا. بس خلك اصبعك وين؟ اصبعك الكبير بهذا. يلا هاي خلاص روح. يلا يلا قول بسم الله روح. كفو كفو. يلا داور. الثانية يلا. تزبط تزبط مع الثانية. يو تخنقتني انت. الله يصلحك. لا يوك.
الله انك مرت ويسه. شوفوا شوفوا ايش سويت من ظله. راكب علمتوني يقول يلا. بسم الله ما شاء الله. ها عدك. كفو كفو سعد. احسنت احسنت يا معزز انت. خله لا تنوش. لا تلمس. لا تم تزود بالموية. يلا تزود البنزين. الوقود. يلا قول بسم الله. دائما تبي تبدا بامر ابدا بسم الله، لان الامر اللي يبدا بغير اسم الله فهو ناقص. يلا هيا هذا يساب كذا. شوف شوف لا حول ولا قوة، ما له حل ما له حل. غليم ذا على فكرة، على طاري غليم يوم دريت ولا انهي ناديني يا غليم يا غليم ناديني انا. ليش تنطلق قبله؟ يلا بتال بتال يتقدم هيا الى المقدمة نحو الوتد. بتال ينطلق ولكن سعد سعد يقترب. سعد سعد يقترب. ما شاء الله ما شاء الله. سعد بيجيب لنا. الله تاخرت في النزول يا سعد. شوفوا شوفوا بتال بينطلق. يلا انطلق يا بتال انطلق قبل سعد. جاي جاي. هذه الذلة ولا وش؟ أحسنت أحسنت. انزل بدري انزل بدري. عدك عدك عدك. قول لي ما جبته. ليش؟ يا مني نزلت ايه والطاقية تغطي على عيوني. الخوذة غطت على عيونه. هلا لا لا ضرورية ترى يا وليدي. بسم الله ما شاء الله. ينطلق سعد وان شاء الله المره ذي بيجيب لنا الوتد. والله انك كفو. كان بيجيبها صح؟ بس برضو تاخرت. ها يا عيال صح كان بيجيبها. ايه كان بيجيبها وان شاء الله انه يبي يضبطنا الحين بواحد. يلا يلا عجل عجل. لا الحين اركب يا عيال. يلا بالتالي يقول اعطاك شوط واحد. يلا يلا هيا حمسة كفو. والله كفو 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 عليك. صفق صفق يا بتال. ما عندنا غير انت حمس يا بتال. احسنت احسنت يا سعد احسنت. اشهر اشهر ما اكتسبته بيمينك يا ايها البطل. كفو عليك كفو. الحافة. كفو كفو عليك. الحافة ما قصرت. وش تبي انت؟ خلاص انت تبي تركب؟ تبي تجيب الوتد؟ ها؟ خلاص اللي يدي ثاني ما عنده مشكلة. ترى انا ابوي قاعد يمشي بتال. اعطاه السيف يقول لا ما ابغى. لازم ان ال الطفل او الشخص اللي يبغى يركب ما تخوفه من الخيل، خليه يستأمن. تقعدوا بالطريقة الصحيحة. اذا نزلت شيلنا خلاص تنزل. ها يا ولادي احنا ما احنا فاضيين بشي ويش بشي، احنا نبغى واحد ينطلق.
احنا نبغى واحد يعطيها مع الميدان. والله ما عنده. شوفوا بتال شوف بتال شوف. ايوه ايوه الله 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 اصاب الهدف بتال. كفو كفو والله ميزانيتك زينه. هيا يلا بتال يتقدم. بتال ينطلق بلا جواد. احسنت احسنت. هو الجواد وهو السيف وهو الوتد. الله. وما عاب الرجل خدمته له لبيته وخدمته لجواده. العامل ما عندنا عامل. لان سعيد مسافر. سعيد مسافر صح؟ طيب. الشباب قلت لهم ينظفون غرفة فرسهم. ضبطونها. وانا بديت بتنظيف الاسطبل من الداخل. ونبي نكمل الحين ونعطيكم على قولتهم الختامية والنظرة الأخيرة. طب الحين كيف؟ ما شاء الله عليكم ما شاء الله. أنا شاء الله. غرفتك حلال. والله غرفتك حلال. لا لا يبغى لها شغل كثير. غرفتك حلال هذه إذا رجعنا عصر بنسويها وإذا ما رجعنا. طيب تعال تعال نبرسلك. أنا برسل والله كثير يا وليدي. نعم انا بنسوي غرفة ديناري. غرفة ديناري نظيفة بس بنحط عليها شو اسمه رملة جديدة. والله احط انا بس. انت تروح تجيب لنا سمحة؟ لا راح اجيب الرملة بس. جمعنا هنا وجمعنا هنا وباقي الجزء هذا اللي برا. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله ما شاء الله عليك. من اليوم يا عافر العربية. طيب اسمع حط حط هنا حط هنا حط في الزاوية يا ابوي. يلا يلا ارفع برفع معك انا. يلا واحد اثنين ثلاثة حط حط هنا. طيب هنا 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 بس بالزاوية خلاص. لا لا بتال مو كذا مو كذا مو بيدك بالمشط اللي برا ذا. هاي يلا ساوها بالمشط ثاني. انا بسويه. خلاص خلي هو يسويها وانت روح جيب. جيب واحد ثاني. هيا كفو عليك. ايوه سامحة واحد ثانية. ان شاء الله. انا عاد نظفت هذا. يا شطار يا حلوين. يتابعون صغار كبار. الشيء اللي لك ولا انت مسؤول عنه. الله الله بالنظافة. ترى نظافته ما تعيبك. ان كان يعني حيوانات ان كان اشياء جماد سيارة بيت. ما يعيبك. أنت نظف أشياءك بنفسك. انتهينا من نظافة المكان كامل من الداخل والخارج. ما سوينا إلا غرفتين. العفو الخارج هذا نظفناه كامل والداخل سوينا غرفتين فقط. إن شاء الله. إن شاء الله.